مشاهدونا في كل مكان، مساء الجمال والروعة، ونحن على امتداد هذا الفيض من المايسترو ومع النوتة الموسيقية على قناة الشروق. نتواصل دائما من خلال الأغنيات الجميلة وهؤلاء الشباب الذين دائما يمتعونا في هذه الحلقات. أهلا بكم مجددا، وأهلا بالمايسترو يوسف الموصلي. أهلا بكم، تهضمونا يا أخي. أهلا، إن شاء الله أنت طيبة. إن شاء الله اللي منور بوجودك طبعا. وبعدين اللون ده يعني ما شاء الله جميل. احم احم يديك العافية. أيضا مشاهدينا يمتد الترحاب والتواصل مع الفنان والمطرب الشاب عاصم أوبرا. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك وتحية لكل المشاهدين، وأتمنى ننال رضاكم ويديكم العافية. مجددا نرحب بالنجمة هالة عمر. أهلا ومرحبا بك معنا في المايسترو. أهلا بك منى، وأهلا بالمشاهد الكريم. إن شاء الله نكون ظريفين وخفيفين إن شاء الله. نرحب ايضا مشاهدينا بالفرقه الموسيقيه اللي هي حضور معنا من خلال هذه الحلقات. مرحبا بكم مجددا، ومرحبا بك المايسترو يوسف الموصلي. ويعني دائما المبدعين بيسيبونا وبيسافروا برا، وانت يعني كنت في الولايات المتحده الامريكيه بالتاكيد، ويمكن في شباب ظهروا في الساحه الفنيه. تحديدا تقيم لنا فتره الاغتراب دي مع التظاهره الشبابيه القنائيه في السودان. أنا طبعا متابع جدا، يعني لو داري أقول لك أوصف لك نفسي وصف دقيق، يعني أنا فار بتاع السوشيال ميديا. يعني عندي علاقة وأنا قاعد في الولايات المتحدة الأمريكية مع كم هائل من المطربين الشباب. أيوة، بيشاوروني في أعمالهم، بيسمعوني، بدوني نصوصهم الشعرية براجعها، بدوني ألحانهم، بدوني حاجاتهم. فبالتالي أنا يعني يمكن أكون أقرب لهم ولا فخر من الفنانين الاخرين. وانت بعيد؟ وانا بعيد. كيف بيكون التواصل؟ والله قلبي معهم. بقلبك، يا سلام، قلبك دائما كبير ومفتوح. اي، وما بيتبدل. يا سلام، ما بيتغير وما بيتبدل. طيب، يعني هجره المبدعين هي اثرت، يعني احنا بنقدر نقول ما اثرت، اثرت على المنتوج الغنائي في السودان. نعم، بصوره كبيره جدا. يمكن في اسامي كبيره واسامي مختلفه هي هاجرت برا السودان، نسبة للظروف الاقتصادية، نسبة للظروف اللي ممكن تكون سياسية حتى. نعم. فبنجد كثير من المبدعين في السنوات الماضية إنهم هم هاجروا برا السودان، وده يعني نتج عنه تردي كبير جدا للأغنية السودانية اللي احنا منتظرين إنها هي تكون في المقدمة، في مقدمة العالمية بإذن الله. جميل. هو طبعا بعد الانقلاب المشؤوم بتاع الإنقاذ في سنة 1990 هاجروا بالضبط 250 موسيقي سوداني من أكفأ الموسيقيين السودانيين. أما عن التردي، أنا بفتكر ده ما مردود بس للحصر في البلد من ناحية سياسية أو انقلابية أو غيره، لأنه التدهور في الاقتصاد السوداني بيؤدي إلى تدهور في المجتمع السوداني، بيؤدي إلى تدهور في السلوك الإنساني، وده كله بينعكس على الفن. يعني بيعمل، يعني زمان مثلا أحمد عدوية بعد الهزيمة في سنة 67 في مصر، في وجود عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، غنى قال السح الدح بوه، الواد طالع لأبوه، والسح والدح ديل طبعا صفار وبياض البيض. انبوه يعني الواد منو؟ انبوه يعني دفقوه، يعني جوا البيض ده ما نافع، طالع لأبوه، طالع لأبوه. انتشرت الأغنية انتشار النار في الهشيم في وجود أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، وده نتيجة لتدهور الحالة الاقتصادية اللي حصلت لمصر بعد الهزيمة سنة 67. ويمكن ده حال كل الدول النامية. نعم. في العالم كله، يعني إنه تحصل نكسات، تحصل ثورات، تحصل تفاصيل بخص السياسة، تخص الاقتصاد، ويتردى الفن للأسف يعني. لكن مؤشرات العودة إلى الفن المتوازن الرفيع موجودة. يا سلام. الشباب الموهوبين موجودين، والشابات الموهوبات موجودين، والموسيقيين الموهوبين موجودين. السودان بخير. احنا امام تحدي كبير جدا، بس نخلق تحديدا في المايسترو ويعني على قناة الشروق، وتقديم هذه يعني النوتة الموسيقية المعرفية من خلال حلقات المايسترو. هلا، برحب بك مرة ثانية، وانا عايز اجيب في حتة شوية كده قبل ما نطلع نغني، في انه الى اي مدى يمكن مجتمعنا السوداني مجتمع بيحب العادات والتقاليد وبيحب الموروثات، بتفتكري انه ما في حريه؟ يعني الفنان او الفنانه ما بتمتع بالحريه الكافيه عشان هو
ممكن يكون مقيد من صفات وعادات وتقاليد المجتمع السوداني؟ والله فعلا بيكون في تغيير من من الاهل وكده في انه مثلا ليه يبغونا وكده، لكن يعني ما في حاجه انا شايفه. كيف بيكون الاقناع؟ بانه اصرار وعزيمه مني انا، وكل مره هم حتى هم بيحسوا بانه انا شنو كل شويه متطوره ماشيه لاحسن كده، فبكون ما في مشكله. طيب حتسمعينا شنو في المايسترو؟ حغني سامحت مره ومرتين، كلمات الشاعر عبدنا الريح والحان شاعر مدحت النعيم. من هنا بقول لهم رمضان كريم عليكم. ما خلى زول ما وسطه.
عمري ما خلى زول ما وصفه الليلة جاي كسر ضاي ما خلى زول ما وصفه أهلا بكم مشاهدينا. شكرا هالة والفرقة الموسيقية، ويعني أدت الأغنية بصورة أنا على المستوى الشخصي عجبتني جدا. وأي فنان دائما بنجد أنه عنده سمة أو لمحة، لمحت شنو في هالة عمر؟ لمحت فيها الذكاء الفني وقدرتها على التصرف أثناء الغناء واللغة اللي بيقول عليها بالإنجليزي البودي لانجويج، يعني هي والفيسل اكسبريشن يعني التعبيرات الوجه مع المشاهد. انا بفتكر انها هي حتكسب المشاهد، هي بتغني باحساس عالي شديد، يعني لغه الاحساس ممكن تكون بتتساوى مع الادائيه في الاغنيه. بالضبط كده، بالضبط كده. والله اي والله ان شاء الله نتمنى لها التوفيق ان شاء الله. نعم، عندنا فنان جميل ومختلف موجود معنا اليوم من خلال المايسترو، حيقدم لنا برضه اغنيه جميله جدا. لكن قبل كده نتعرف على عاصم اوبرا، واوبرا ده طبعا انا ما قادر احدد ان هو ده اسم الشهره ولا نبع من وين هذا الاسم. والله هو طبعا لقب اطلقه عليه استاذنا في الموسيقى بركه الشباب سجانه الاستاذ محمد تركي. بنتمرن التمارين الموسيقيه على الصوت، ف في نبره اوبراليه، بيقولوا انه في نبره اوبراليه في صوتي، فاطلق عليه اللقب ده. يعني جاي من النبره، اي نبره الصوت في التمارين او في الغناء. لكن خلينا نتعرف على اسمك. انا عاصم بكري. من وين؟ عاصم بكري امتداد الدرجه الثالثه. تحيه تحيه لنا الامتداد. نعم، انا جيران قلت لك تحيه لنا الامتداد. يا سلام. الامتداد دائما بتنجب الافزاز، وان شاء الله ربنا يجعلنا في سكتهم يعني ان شاء الله. كلمنا عن بداياتك، يعني بعدين عاصم اكتشف انه هو حيغني وفي زول التفت له او انتبه له. والله طبعا الموضوع ده طويل شويه. انا بديت الغنى مقلد، يعني كنت بشتغل سكتشات، بشتغل تمثيل تقليد، بقلد الفنانين وبقلد الشخصيات المشهوره في الغنى وفي الكلام. ف في يوم من الايام قابلني شخص اللي هو محمد علي، في مؤسس فرقه الجو الرطب، ف كان مشيت له عن طريق بعض الاصدقاء انه اشتغل عروض كوميديه في التقليد. دي البدايه؟ ايوه في البدايه. بعد ذاك من خلال تقليد عدد من الاصوات قال لي انه انت طالما قدرت تشتغل الشخصيات دي او الاصوات دي فمعناه انت عندك مقدره، لانه يعني اصوات مختلفه معناه عندك مساحات صوتيه. فبديت اجرب، واصلا الفكره هي من زمان، بس كان يعني الواحد تايه منه يعني تمثيل وغنى وبتاع. في الغنى، لانه دائما المواهب المتعدده قد تشتت موهبه، يعني أيوة. الواحد ما بيقدر يقفل كل الحتات يعني. والله لا، الغنى لقيت نفسي في الغنى اكثر. يا سلام، واحنا لقينا نفسنا منتظرينك تقدم لنا عمل يحكم عليكم ان شاء الله ينال رضاكم. هو عمل خاص، اغنيه بعنوان عناد، كلمات اخونا وحبيبنا الاستاذ غصي بشير، و اعلامي وصحفي، والحان اخونا مصطفى عبد الفتاح، هو ملحن قادم بقوه يعني هو في الفرقه الموسيقيه. نعم، وان شاء الله تنال رضاكم. نسمع ان شاء الله. بيفرقنا الزمان، لا بتهزمنا المواجع، لا بيفرقنا الزمان، لا بتهزمنا المواجع، كل غناي مكتوب عشاني، كل غناي مكتوب عشاني، مني كبدة راجع مني كبدة ولك راجع.
هدي من دلوقتي سميتك انا روحي وسكنتك حنايا لي قلبي سميتك روحي سكنتك حنايا لي قلبي فرصت بيك الريح فرشت لك الدريح فرصت بيك الريل الريل فرشت لك الدريل والله من دونك طريقي بصبح صعب طريقي مليان بالمواجع بالغرام مزدان في غابة من ريحان في الغرام مزدان في غابة من ريحان في اتحاد الروح وملامح الإنسى في اتحاد الروح ملامح الإنسى الروح ملامح الإنسان ونعيش مع الأحلام ننسى الشقا والكام ننسى ما كان من مواجع بيفرقنا الزمان لا بتهزمنا المواجع لا بيفرقنا الزمان لا بتهزمنا المواجع كل غناي مكتوب عشاني كل غناي مكتوب عشاني منك الدولة راجع مني كبدو يا كرام. شكرا جميلا عاصم بكري المشهور بأوبرا على هذا الأداء، وده طبعا عمل خاص. أنا بشكرك جدا على الأداء وبشكر الفرقة الموسيقية وتحديدا عازف الكمنجة مصطفى عبد الفتاح لأنه هو صاحب اللحن. أنا دائما هو بيبتسم بهدوء عجيب جدا، فالهدوء ده طبعا وراه سر طلع انه هو زول ما شاء الله يعني في التلحين. طبعا مصطفى زول مهذب جدا وخلوق وسكوت، وبعدين في المثل السوداني قال لك المسكين سكين. اها مصطفى ده في زول مبدع والله. في الالحان سكين زول مبدع والله. طيب احنا دارين نقف قدام التجربه القنائيه بتاعت عاصم ونقيم الاداء ونتحدث عن الطبقه الصوتيه والادائيه اللحنيه لعاصم. طبعا عاصم الظاهر عليه سموه عاصم اوبرا لانه بيعمل فايبريشن كثير. وانا قلت له يا اخي الفايبريشن ده خفف منه شويه، الليله خفف منه كثير.
لكن انا متابع المسيرة. ممكن نظلم الاغنية؟ ها؟ ممكن نظلم الاغنية اذا كتير مثلا؟ ده اسمه اوفر سينجينج يعني في الامريكان ايدول بتاع ده عملت تطريب اكتر من اللزوم، بيقول لك يا اخي انت اوفر سينجينج. لكن هو ما شاء الله الليلة ادى اداء جميل جدا. انا الجميل فيه ان انا متابع مسيرته ممكن من بداياته او بعد بداياته بشويه، فلاحظت انه في تطور مستمر جدا في مساله الاداء الغنائي. وانا بحب الفنان اللي بيتطور. يا سلام. لانه ممكن يجيك واحد يكون صوته مهول ومحلك سر، يجوا الناس يفوتوه بغد. صحيح. احنا سعدنا بهذه التجربه، وعاصم اوبرا من ابناء كردفان هذه المنطقه الجميله ذات الطبيعه الخلابه، اكيد هتنجب لنا مبدعين زي عاصم اوبرا. بتمنى لك التوفيق دائما. شكرا على حضورك. مساحه اخيره ممكن تقدم فيها رساله لكل اغرانك من الشباب. والله يا اخي انا بحيي كل المشاهدين مشاهدي قناه الشروق من قناه الفتيه، وبحيي استاذنا وعرابنا الاستاذ الدكتور يوسف الموصلي على السانحه دي، وبحيي برضه الجنود المجهولين والله الفرقه الموسيقيه، لانه يعني تعبانين معنا شديد في تنفيذ الاعمال الفنيه، وبحيي اي زول شايفني في اللحظه دي، وان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم ونال رضاكم. شكرا لحضورك. شكرا جميلا لكم مشاهدينا كل الحب، ونستقبل في اللحظات القادمه صوت نسائي ايضا قادم من خلال المايسترو فنانة الشابة نسيبة تكمل معنا هذا الحوار الجميل وهذه الحضرة الموسيقية. نرحب بنسيبة ونتواصل من خلال هذا المساء في المايسترو. نرحب بكم من جديد. دعوة للمتابعة في المايسترو، ونسيبة آدم الطيب نرحب بك عبر هذه الأمسية، ونتمنى إنه يكون حضور موفق من خلال الأغنيات. إن شاء الله كل سنة أنتم طيبين ورمضان كريم، وإن شاء الله تكون حلقة لطيفة. أهلا ومرحبا بك المايسترو يوسف الموصلي. ونحن في هذه اللحظات الشابة اللي بقدم فيها أعمال جديدة ومختلفة وأعمال جميلة جدا جدا، خلينا نقف في إنه وإحنا يعني أنا كنت طبعا متابعة معك البروفات قبل نبدأ التسجيلات، وكنت مهتم جدا بإنك تطبع النوتة، مهتم جدا بالتدوين. أهمية التدوين في النوتة الموسيقية؟ التدوين الموسيقي ده هو أهم عنصر في تسهيل عملية التنفيذ الموسيقي. يعني مثلا الاغنيات الكبيره اللي ممكن تاخذ شهر في توقيعها ممكن تاخذ يومين بالنوتة الموسيقيه. ده الفرق بيناتهم. عشان كده هو مهم جدا، وما شاء الله عندنا شباب كثيرين ممكن يدونوا. لا سلام. وبتسهل الامر. اي يعني. زول ممكن يدون ولا الا زول محترف؟ لا يعني لا، لازم زول يكون عنده اذن موسيقيه صاغيه، ولازم يكون قادر على قراءة النوتة الموسيقية وكتابتها بسرعة. يعني الكلام ده خليني أقول إنه أنت مهتم بالجانب الأكاديمي في تطوير الأغنية السودانية أكثر من الغنائية. والله أنا ما أعرف تسمية أكاديمي دي جات من وين، لكن هي النوتة دي أبسط قواعد الموسيقى زي ألباتاسة في العربي، لكن احنا شايفينها كبيرة، لكن هي ما كبيرة، بس هي مهمة يا منى في من حيث انها بتسهل على الناس. يعني زمان اساتذتنا الكبار الموسيقيين الاغنية الكبيرة اللي عندهم مثلا ارحل، اغنية ضخمة مش كده؟ فخمة. قلت ارحل. نعم. اي وقعوها زمن شهر اظن زمان ايام ما في نوتة موسيقية. انا لما وزعتها لمحمد وردي وديتها في مصر للاوركسترا المصرية، خدت الورق قدامهم اكلوا ملح ورق، يعني ضربوها في لحظه. يا سلام. بس ده الفرق. احترافيه دي من خلال التدوين ومن خلال الموسيقى. وده اللي بيعملوه اولادنا ديل، يعني مشكورين لهم التحيه والتقدير. احنا سعيدين بهم جدا والله، يعني من خلال هذه الحلقات وبتجربتهم الشابه الممتعه جدا جدا. ايوه. حامشي للشابه نسيبه واتكلم عن الصوت الغنائي عموما في السودان، بدا من السبعينات يعني
احنا عندنا ثنائيات وثلاثيات، وصوت المرأة حاضر في الغناء السوداني بصورة جميلة جدا ومختلفة جدا، يحدث عنها التاريخ بالتأكيد. حنان النيل، انا طبعا بحب التجربة دي جدا جدا جدا، وبفتكر انها هي اعتزلت ولكن تظل ملهمة للشباب او الشابات. حنان النيل بالنسبة لي أنا كلنا عموما كمثال في الـ في الـ في الصوت النسائي أكيد يعني قدوة زي ما بقولوا، في إنه نحن مثلا بنسمع عليها، وتجربتي فعليا هي ما اتكررت لحد هسه. بعدها ممكن نقول يعني هسه حاليا من الأصوات الشبابية الموجودة النسائية أمثلة كثيرة شديد، هم مثلا ممكن يكونوا ماشيين على نفس النهج، بس أي زول عنده طريقته الخاصة. صحيح. اللي هو بيعمل بيها غناه أو حتى تفكيره في إنه هو دار يعمل الغنى بتاعه يعني. طيب إحنا عايزين نشوف تجربتك الغنائية اليوم من خلال المايسترو، حتغني لنا شنو؟ أنا حغني زهر الربيع، كلمات كباشي حسونة، وألحان أستاذ عبد الماجد خليفة، وتوزيع أستاذ يوسف الموصل. نسمع. الحقيقة بالمناسبة دي أنا دار أتكلم عن الدكتور عبد الماجد خليفة باعتباره هو المينتور أو الزول الرباني موسيقيا يعني، وأنا مما أنا بغني بالرق كويس لغاية ضماني للمجموعة بتاعته، مجموعة عبد الماجد خليفة بتاعت الأناشيد الوطنية، لغاية ما علمني النوتة الموسيقية، ومعه الله يرحمه عبد الله إبراهيم أميجو، محمد آدم المنصور، دي اللعبة دور كبير جدا في أنه أنا انتقل لمراحل أخرى. وأنا عملت التوزيع الموسيقي للأغنية دي من الأغنيات الجميلة حقته من كلمات كباشي حسونة، على أساس أنه أنا أحييه بها وأعبر عن امتناني والوفاء الكبير اللي أنا بكنه له. شكرا على هذا الوفاء، ودائما يعني مغرون بالعطاء اللي بيكون ممتد في المساحات الجمالية المختلفة. الفرقة الموسيقية جاهزين لنسيبة، هنقدم عمل جميل هنسمعه مع بعض من خلال المايسترو والفنانة الشابة نسيبة. Thank you.
شكرا نسيبة آدم الطيب على هذا الأداء وهذه اللونية الجميلة جدا. والمايسترو يوسف الموصلي يمكن نتحدث عن الأدائية ونتحدث عن اللحنية، وفي هذه المرة حنتحدث عن الكيمياء بين المطربة نسيبة والفرقة الموسيقية، أهمية الانسجام ما بين الاثنين. طبعا الكيمياء ممتازة جدا، بدليل انه انا مثلا اخطأت في انه اكتب الاغنية في مقام اعلى شوية من صوتها، لكن هي بوعيها الموسيقي الرفيع كويس طلبت انه يتنزل المقام الموسيقي، وده بيظهر براعة هذه الاوركسترا. يعني دلوقتي النوتة اللي انا كاتبها لهم دي من النوتة يعني الغنوا بها في الاخر، هم عملوا تصوير نعم، صوروا النوتة الموسيقية المكتوبة، رائعين والله ما قصروا وأدوها بشكل جميل جدا. شباب لهم التحية والتقدير، لهم التحية لهم التحية والتقدير. ونسيبة يعني خلينا نقف في الحتة بتاعت البروفات، يعني أنا بشوف البروفات قبل ما نبدأ التسجيل وده بيأكد لي أهمية العمل وتعظيم العمل. استفدت من بروفات المايسترو جدا، استفدت منها شو؟ هي التجربة في حد ذاتها إنه دكتور يوسف الموصلي، فهي أكيد حاجة يعني كبيرة شديد لأي زول بادي طريقه يا دوب في إنه يشتغل معاه أو ينفذ له أو كده. وحتى يعني أنا حاسة إنه أنا محظوظة شديد بالحاجة دي، لأنه ما كان في سابق معرفة بيناتنا. الحاجة دي يعني كانت حاجة غريبة شديد، تلاقينا صدفة في الاستوديو، ف يعني بقى انه هو كان سامع عني وكده، فبعد ما جات الفكره انه نشارك في البرنامج وكده، فدي طبعا حاجه كبيره شديد، يعني اي زول بيكون قاعد منتظر انه تتعرض عليه حاجه زي دي. فانا استفدت شديد من البروفات ومن التجربه ككل، واكيد لقدام حنستفيد كثير شديد، واتمنى انه يكون في تعاملات كثيره بما انه ان شاء الله يا داب ان شاء الله حابدا ان شاء الله. انا بفتكر انه بروفات المايسترو هي قصه وحكايه مختلفه، يمكن كانت فيها وجوه جميله ومختلفه شابه بتعمل على التدوين على النوت الموسيقيه، ويمكن ده اساس وفكره برنامج المايسترو في انه كيف احنا نستفيد من النوت الموسيقيه في الاعمال الغنائيه السودانيه. امريكا واحده من المدن اللي انت بتقيم فيها وانت مواطن امريكي، واكيد العالميه بتنبع من الحته بتاع الاحتكاك بالاخرين. كلمنا عن فتره الاحتكاك والى اي مدى ممكن نستفيد من الاحتكاك في الخبرات العربيه. الاحتكاك مهم جدا، والثقه. يعني نحن عندنا مزيكا ما شاء الله وموسيقيين ممتازين جدا، لكن محتاجين للثقه في نفسنا. ولما نمشي هناك ما نخجل، نقول والله انا فلان الفلاني وعملت وعملت وعملت. نحن في مهرجانات كبيرة جدا عملناها في أمريكا، في سنترال بارك في نيويورك، في المارينا بارك في شيكاغو، في ام جي ام جراند في لاس فيغاس، وفي حتات كثيرة في كاليفورنيا وفي مونتري، عملنا شغل كبير جدا. ولاحظت أن الخواجات بيحبوا شغلنا جدا. يا سلام. بس نحن كيف نمشي لهم؟ انتوا ناس احنا ذاتنا برضه المفروض نحبه، يعني نحبه اكثر عشان نديه اكثر. ايوه، انتوا ادونا طياره كده وخلونا نركب الشباب دير كلهم ونمشي، بنجيكم تاني بعدين. جو. لك التحية هالعمر، إحنا في الخواتيم ومنتظرين بالتأكيد، لكن قبل ما تقدمي لنا عمل ختامي نهائي نختم بيه والحلقة، خلينا نتكلم شوية عن وسائل التواصل الاجتماعي. أنا بعرف إنك استفدتي من السوشيال ميديا بصورة كبيرة جدا، وهي يمكن تكون قدمتك للناس وللجمهور قبل التلفزيون. صح والله، يس. السوشيال ميديا لها دور كبير جدا في انه انا اطلع واظهر للناس، وهي بقت اقرب يعني في التلفون، قريب لاي زول، هو في الشغل، هو في المواصلات، هو وين كده، فالسوشيال ميديا بقت اسهل واقرب يعني في متناول اليد. حتختمي لنا بشنو؟ شجون للفنان الكبير ابراهيم حسين. يا سلام، ان شاء الله تعجبكم. اذا مشاهدينا حنختم بهذا العمل من هالعمر، وما حيفوتني انه اشكر كل الساده المشاهدين اللي رافقونا في هذه الرفقه الاستثنائيه بالتاكيد في المايسترو، اللي من خلاله قدمنا وجوه شابه استطاعت ان تقدم لونيه ولوحه غنائيه جميله ومختلفه، منهم من يمتلك الاغاني الخاصه قدمها من خلال حلقه اليوم. شكرا للفرقه الموسيقيه الموجوده معنا من خلال هذه الحلقه، شكرا هاله، شكرا نسيبه، والمايسترو يوسف الموصلي تحية وتقدير، شكرا لك. الله يحفظك لنا.
آمين. مشاهدينا في أمان الله. We'll be right back.
بكل حنان موداتنا بأماننا وبأشواقنا وبين لهفة محباتنا غروره والقهوة لا راح